المهندسين السيد المهندس محمد مرعي رئاس رئيس مدينة الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق أسرة الدكتور هشام عرفات رحمه الله أهلا بحضراتكم جميعا ونتشرف بوجودكم معنا اليوم. في المقدمة يسعدني أن أعرب لكم عن سعادتي بتواجدكم وتشريفكم لنا اليوم في احتفالية المهندس المدني. الاحتفالية التي نعتبرها يوم الوفاء والتكريم. الوفاء لقامات وقيادات هندسية أعطوا الكثير في المجالات الهندسية وأثروا بعلمهم وعملهم وخبراتهم في المجالات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى مشاركاتهم في العديد من المشروعات القومية، فالمهندسون هم بناة الأوطان. ويوم التكريم لأبناء شعبة الهندسة المدنية المتفوقين على المستوى التعليمي بالجامعات المصرية، فتحية شكر وإجلال لجميع أولياء الأمور الذين تحملوا الكثير من أجل تفوق أبنائهم ليصبحوا نواة إنتاجية متميزة في المجتمع المصري. احتفالية المهندس المدني التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أثبتت للعالم أجمع قوة وشجاعة وبسالة الجيش المصري في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، وخاصة قدرة المهندسون المصريون في إنشاء الكباري العبور وتفتيت خط بارليف المنيع. كما يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. ولا يفوتني أن أشكر جميع المشاركين في تنظيم الملتقى التوظيفي لشعبة الهندسة المدنية واحتفالية المهندس المدني، وأخص بالشكر زملائي أعضاء شعبة الهندسة المدنية جميعا. والشكر موصول للمهندس محمد الفحام رئيس نقابة الجيزة والسادة أعضاء مجلس نقابة الجيزة. والشكر موصول أيضا للجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين. داعين الله أن يوفقنا جميعا من أجل مصلحة مصرنا الغالية ونقابتنا الحبيبة. شكرا لحضراتكم جميعا على تشريفكم لنا اليوم.